اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم احلى كلام. النهارده هبدا حلقتي برحله الموت. كل يوم بنشوف رحله موت، بقت شيء طبيعي ان انت تشوف على السوشيال ميديا كل يوم حادثه، فلان قتل فلان، طب فلان تسبب في موت فلان. النهارده هبدا حلقتي معاكم بحادث القطر. كلنا شفنا صور المجني عليه، ده مجني عليه، انا شايفاه اتقتل ما ماتش. شاب في عز شبابه، ايه 23 سنه، نزل ركب القطر من اسكندريه للاقصر ومش معاه فلوس، والتذكره ثمنها 70 جنيه. الكمسري الراجل الفاضل وهو بيمر عشان يشوف شغله بيحصل الفلوس، قال له معيش السبعين جنيه. قال له يعني ايه معكش 70 جنيه؟ يبقى هتنزل. قال له انزل فين؟ قال له هتفتح الباب وهتنط. الشاب اتحايل عليه ان هو ينزله في المحطه اللي جايه. قال له لا مش هيحصل، انت هتفتح الباب وهتنط انت وزميلك اللي معاك. الشاب فضل يتحايل عليه كتير والناس قاعده بتتفرج. مفيش حد كان عنده رجوله ولا شهامه ولا مروءه وقال له طب نلم له السبعين جنيه، طب انا ادفع له، طب استنى عليه للمحطه الجايه. لا، كانوا قاعدين بيتفرجوا، ما بلغوش النجده وقالوا الكمسري عايز يجبر شاب ان هو يفتح باب القطر وهو ماشي وينط، مع ان المفروض راجل زي ده بقاله سنين شغال في السكه الحديد، عارف معنى ايه ان قطر ماشي على قضبان بسرعه معينه ممكن ياخد واحد تحت القطر ويفرمه ما فرقش معاه. قال له هتفتح الباب وتنط. انهي قانون في السكه الحديد بيسمح لك ان انت اصلا تفتح باب القطر وهو ماشي؟ مش هقول لك بقى معاه فلوس ولا معهوش، ده انت لو معاك يعني هقول لك ايه، لو معاك قاتل حرامي وبيتهجم على القطر ممنوع تفتح باب القطر وهو ماشي. مش تقول لشاب عنده 23 سنة ارمي نفسك يلا. طب انت فرد تستاهل المحاكمة، ليه شخص زيك يجيب اللعنة لدولة؟ باخد بالك ان دلوقتي اللي عايز يهد البلد هقولك بصوا بقى بيعملوا ايه، مع انك انت شخص ده معناه، ولو هيدل على ايه؟ ان عيب مش عيب حكومة، يعني في ساعات فساد بيحصل في الارض سببه مش حكومه خالص، ممكن يكون سببه شخص، وهنيجي في الاخر نقول ايه معلش اصله مريض نفسيا، معلش اصله تحت السن، معلش اصله هو قتل خطا وممكن ياخد 6 شهور ويطلع عادي. ودم الناس بقى بيروح هدر، مين المذنب ومين المسؤول ما بقيناش عارفين نحاسب مين ولا مين. وانا شايفه اللي بيقوم كل ده القانون. القانون هو الحاجة الوحيدة اللي تعرف تجيب حق الشاب اللي توفى وزميله اللي نط معاه أصاب، والله أعلم، يا هيعيش معاها مستديمة يا هيموت هو كمان ويحصل زميله. واحد من الاتنين توفى والتاني أصيب، ربنا يا رب ينجيه ويعرف يكمل حياته. وإحنا كده اتكلمنا على الكمسري اللي تسبب في قتل شاب. أنا مش هقولك ربنا ينتقم منك ولا حسبي والله ونعم الوكيل، أنت بتتلعن من دولة بحالها، شوف كام شخص وكام واحدة وكام واحد بيدعوا عليك. أنا هقولك أو هدعيها من قلبي، يا رب قبل ما تموت أو تتوفى أو تتعدم تعيش لحظات الرعب اللي الشاب عاشها وهو بيفتح الباب وبيقول لك أرجوك سيبني للمحطة الجاية وأنت تقول له لأ نط. اللحظات اللي قبل ما الشاب ينط من القطر أصعب من وفاته، هو شايف الرعب ومش بإيده حاجة. وما دام شاب طلع وعشان يسافر من اسكندرية للأقصر ونط ودفع ثمن تذكرته حياته، يبقى بالفعل ما كانش معاه فلوس، مش متسول يعني ولا بلطجي، سمع الكلام وفتح الباب
بإهانة منك وبذل وبكسرة ورمى نفسه، والنتيجة راسه اتفصلت عن جسمه. بسبب إيه؟ مش بسبب 70 جنيه على فكرة، بسبب شخص مريض زيك. أنت إنسان مريض، ولو القانون حكمك إن أنت قتل خطأ يبقى العيب مش عليك، العيب في تنفيذ القانون، لأن ده مش قتل خطأ، أنت ما زقتوش غصب عنك، أنت قلت له افتح الباب ونط. والعيب برضو مش عليك لوحدك، على الناس كلها اللي كانت قاعدة بتتفرج. ده لو كل شخص طلع جنيه واحد كانوا أنقذوا حياته. تعالوا بينا دلوقتي نبتدي حلقتنا بفقرة قانونية أنا وعدتكم بيها، وكل يوم بيتأكد لي إن أنا كنت صح، إن أنا أعمل فقرة مش طبية ولا تعليمية ثابتة في برنامجي، فقرة قانونية، القانون الوحيد اللي هيحمينا من المهازل اللي احنا بنشوفها. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني في فقرة قانونية، وعدتكم في الانترو وفي الحلقة السابقة يبقى عندنا كل اسبوع فقرة قانونية عشان اثقفكم قانونيا. دلوقتي بقينا عندنا في بعض الاشخاص عندهم جهل بالقانون فبيقعوا في مشاكل. ليه بيسموا المحامي فين الدفاع بتاعك دايما بيقولها في المحكمة؟ عشان الدفاع هو في ايده اقوى سلاح وهو القانون. فمعانا للمرة الثانية المستشار احمد نبيل. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ تمام. الناس استفادت من حضرتك في الحلقة، شرف كبير ليا طبعا، السابقة لحضرتك، وقالوا ان اسلوب حضرتك سلس وجميل ومش باللغة العربية طول الوقت ومعقد، فالشخص الفقير بقى يستوعب الكلام والشخص الغني ايضا يستوعب الكلام. دلوقتي احنا بنواجه مشكلة في المجتمع وفي الايام دي بالذات، البلطجة. البلطجة ما بقتش شخص فقير بيتبلطج على اشخاص عشان ياكل ويشرب، لا، بقى غني وفقير وجاهل ومتعلم بيبلطج على الناس في الشارع. ايه معنى البلطجة بوجهة نظر القانون؟ تمام. اول حاجة طبعا انا بحب اتكلم بشكل بسيط عشان اوصل معلومة لاي حد بيسمعنا، مش شرط يكون رجل قانون او حد مثقف. القانون في مصر وضح البلطجة في نصوص مواد في القانون العقوبات، مادة 875 مكرر، 875 مكرر فقرة واحد. فاعتقد ما فيش اي حد عامي او حد اي حد شخص عادي هيبدا يتطرق للقانون عشان يشوف نص الماده، ولكن بشكل بسيط هو البلطجه هو الترويع والتخويف اللي بيتعرض ليه اي انسان او اي مواطن عادي في مصر، سواء بقى التخويف ده جاي من شخص بلطجي ضعيف قليل الحيله زي البلطجيه اللي احنا الراي العام بيتصدى ليهم، او بلطجي مثقف زي البلطجي ممكن يكون محامي بلطجي بلسانه بقانونه، ممكن يكون رجل اعمال بلطجي بنفوذه، ممكن يكون صاحب سلطه او صاحب جاه. فبالتالي البلطجه كمصطلح هو تخويف او ترويع شخص باستخدام اي ادوات معاه، سواء ادوات ماديه زي سلاح او زي في حد بيبطق بكلاب، او استخدام نفوذه او علاقاته او سلطته او وظيفته. طيب ايه سبب انتشار الظاهره دي؟ احنا بقى عندنا كارثه، كل يوم على السوشيال ميديا فلان اتبلطج على كذا، فلان اتهجم على واحده في الشارع اتحرش بيها، لا ده قتل. تمام. هو الدوافع مختلفه عشان بس ما نعممش، مفيش دافع واحد بس هو اللي بيسبب في في في, في ظهور البلطجي او ظهور ظاهره البلطجه. يعني نقدر نقول ان السوشيال ميديا ليها سبب؟ طبعا لا، والاعلام بشكل عام ليه سبب، سواء او الميديا او الافلام او، ولكن البلطجي الدافع اللي بيحوله لهذا الشخصيه او هذا الشخصيه الاجراميه او الجريمه دي بتوصل ليه عن طريق عده نقاط. طبعا بدايه الجهل وعدم الثقافه وعدم الحس الديني او الحس الاخلاقي. في اخر فتره السوشيال ميديا او الاعلام او الافلام بدات توجه الشر في الافلام من ناحيه واحده بس، دون كان زمان في حاجه اسمها الخير والشر، صح، لكن الفتره الاخيره الاعلام او الافلام اللي كانت بتثار وللاسف الدوله كانت بتسمح بيها وشركات الانتاج للاسف كانت بتشتغل عليها، كانت بتناقش موضوع البلطجه من ناحيه واحده بس وتطلعه نجم الى النهايه والى النهايه ومفيش في اخر الختام عشان الرقابه تسمح لبعض الافلام انه هيتعدم ما يجيبوش هو بيدخل محكمه ولا بيتحاكم ولا كده. يعني اساسا انا كمشاهد ممكن اقفل التي في في اخر دقيقه اللي انا مش حابب حتى اشوفه، بعد ما شفته بطل 3 ساعات انا ليه اشوفه بيتعدم؟ ده انا حبيته، لا ده بقى هيرو. وساعات الافلام ما بتطلعش الجانب الاخر، بتطلع الشر او الشخص اللي هو بالزبط. الشخص المجرم دوت هو اساس الفيلم واساس الاحداث كلها. نرجع لموضوع القانون، فاحنا قلنا الجهل ثم التعليم.
انا شخص عارف متعلم وعندي قدر من الثقافه مدرك اعرف ازاي اجيب حقي مش هلجا للعنف، لان 80% من جرائم البلطجه في مصر ناتجه عن شخص بيلجا ليها ان هو يجيب حقه. واحد شايف ان انا تم التعدي عليا مثلا تاخد مني ارضي او تاخد مني شقتي او تاخد مني فلوسي او حد تعدى عليا حتى باللفظ او حد تعدى على اي حد من حقوقي، هو ما عندوش القدر من الثقافه ان هو يفهم ان في قانون وفي محامين وفي نيابه بيبدا يستخدم العنف. فدايما ظهور ظاهره البلطجه بتظهر في الدول اللا قانون فيها، الدول العشوائيه، الدول اللي ما عندهاش مرجعيه اخلاقيه ودينيه، ومصر في المرحله اللي احنا فيها دي مش كده. ولكن في مرحله سابقه، مرحله الثوره، مرحله الضعف القانوني اللي كنا عايشين فيه، والحمد لله الموضوع ده انتهى دلوقتي، كان بعض المواطنين قليل الحيله، مواطن قليل الحيله ضعيف حاسس ان حد خد ارضه، حد خد فلوسه، حد اهانه، حد شتمه في الشارع، حد شتم بنته، حد شتم ابنه، ما يدركش ادراك تام ان هو لو راح القسم هيجيب له حقه او راح للمحامي هيجيب له حقه، هو عارف ان احنا في شبه غابه. فاول حاجه نعملها في مصر لازم تفعيل وتعظيم دور القانونيين ودور القانون عن طريق تعظيم دور اسم الشرطه وشخص فرد الشرطه ان هو يقدر يجيب الحق ويديله سلطات، وتعظيم دور رجل القانون المحامي. المحامي هو لسان من لا لسان له، المحامي هو ظهر قليل اي شخص قليل الحيله. لو المواطن خد الثقه ان فعلا المحاماه والمحامين في مصر يقدروا يجيبوا له حقوقه مش هيلجا للمسجل او المجرم او 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 صح. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، في مجرم بالفطره، في مجرم بالفطره هو اصلا عنده الغل وعنده الشر جامع بجواه، ما عندوش اي دوافع، يعني مش محتاج حاجه، ما حدش طلب ارادته، ما حدش تعدى على حقوقه، فده بيبدا بقى يتغول، بيحاول حاجه اسمها فرض السيطره، دي جريمه برضه في القانون. بلطجه بيحاول يفرض سيطرته على منطقه او على منظومه او على قطاع معين. بيسموه الفتوه. الفتوه بقى الحديث. الفتوه. ده برضه ده بقى ده مجرم، ده بقى الدوله المفروض تواجهه. الفترة الأخيرة بس بيبقى مشهور جدا يا سيادة المستشار، يعني هو بيبقى مشهور والدولة عارفاه والحكومة عارفاه، ليه القانون ليه لازم أشوفه هو متلبس بيقتل حد، بيسرق حد، بيشنق حد؟ طب ما أنا عارف إن هو فتوة وبيتهجم وبيبلطج على الناس في الشارع، ليه ما أنزلش؟ ليه ما يبقاش في عندي نص قانون يقول لي أنا أنزل أخده ما دام هو فعلا بلطجي؟ لا احنا عندنا نص قانون الناس في الشارع. لا عندنا نصوص قانونيه بالكلام ده. طب ده ما بيحصلش ليه؟ يبقى بيحصل. عندنا عيب في آلية التنفيذ. لا وده اتعدل من 4 أيام بالظبط، صدر قرار رئيس الوزراء بتحويل بعض القضايا الخاصه الى نيابه محكمه امن الدوله العليا، من ضمنها جرائم بلطجه. طب ده من 4 أيام ده شيء عظيم جدا، ده معناها ان اي حد هيبلطج هيفرض سيطره هيرهب مواطنين هيعمل ترويع هيبث روح الفتنه ده على محكمه امن طبعًا الدوله طبعا. يا ريت يعني الاعداد لو معانا صوره بالقرار عشان المصداقية بس مع الناس نعرضها للمشاهدين. اتفضل حضرتك. فطبعا ده معناه ايه؟ معناها نوع من انواع الردع لكل من سوى انه نفسه ان هو يبدا يستخدم الترويع او التخويف عشان يبدا تحت اي مسمى بقى. عشان يجيب ثروه معينه، عشان يجيب حقوق معينه، لا خلاص في قانون في دوله وفي حقوق، مفيش حد يقدر يخرج بره هذا القانون. حتى الردع بهذا الاسلوب لازم يكون شكل حازم شويه، احنا بنشوف وعلى فكره قانون العقوبات غلظ الجريمه الخاصه بالبلطجه اذا اقترنت بجرائم اخرى وصلتها للاعدام. يعني جريمه البلطجه يعني ايه لو يعني لو ارتبطت بجرائم اخرى، يعني لو في تحرش مثلا؟ لو في اي حاجه مثلا تانية؟ واحد بلطج على حد واستخدم معاه سلاح واصيب ومات اعدام وفقا للقانون، ممكن تاخد مؤبد او اعدام وفقا للقانون. المشرع المصري والقانون المصري غلظ وتصدى بالتشريعات القانونيه والقرارات القانونيه للحد من جريمه الايه؟ البلطجه. فلازم احنا كمواطنين بقى نفهم ان في قانون بيجيب لك حقك. صح. وفي نفس الوقت لازم الدوله تفعل ذلك بشكل عملي وتفعل الاليات اللي بتساعدنا ان احنا نجيب القانون اللي هم المحامين والشرطه. اللي بتكلم فيه يا سياده المستشار، ليه انا عارف ان عندي مجرم قتل حد، تسبب في موت حد، سرق حد، اتحرش بحد، ليه انا ما بنزلش افعل القانون واحكمه في 24 ساعة ويبقى ايه كمان في ميدان عام؟ ده يبقى عبرة. تمام. طبعا ده بيحصل وفعلا في ردع. والنقطة اللي عاوز اتكلم فيها برضو ان بعض البلطجية، انا برضو النقطة دي بقى من جانب اخر ويمكن يعني مش منطقية لبعض العقول يعني، ولكن انا شايفها لازم نتصدى ليها. قبل ما نفكر في جريمة البلطجة او البلطجي نشوف ايه الدوافع اللي ادت اللي يبقى بلطجي، وهل البلطجي دوت كان رد فعل ولا فعل؟ هل البلطجي دوت تم التعدي على حقوقه اصلا؟ يمكن الشخص المجرم اللي الناس كلها بتقول ده شخص بلطجي، هو نفسه البلطج عليه من كذا قطاع. زي ما قلت لحضرتك الـ 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 الشخص او المواطن بيوصل لهذه المرحله من عدم الاعتراف بالقانون والدوله وهيبه الدوله، اكيد هو تم التعدي عليه على حقوقه من كذا جهه. ممكن سياده المستشار بص في حاجه برضو انا قلتها في الانترو مش عايزه، يعني مثلا عندنا مصيبه شفناها ان في شاب رمى نفسه بالقطر بسبب ايه؟ كومسالي. تمام. فمش عايزه في اخر الحادثة أقول معلش أصل هو مريض نفسيا، معلش أصله إيه قتل خطأ، معلش أصله عنده موجود. مشكلة لا يعني لازم ندي مبرر عشان نعرف نحلل الوقت. طب ماشي هندي مبررات لحد إمتى؟ مش بدافع عن أي شخص بلطجي. وفي كمان قضية يقول لك تحت السن.
طبعا هنعمل ايه؟ لا انا مش بدافع عن شخص البلطجي، ولكن انا بشوف ان الراي العام في مصر والمجتمع والدوله والقانون يجب تحارب المسببات التي تؤدي لظهور ظاهره البلطجه. بس اقول لحضرتك حاجه، انا لو حكمتهم بعنف، وحتى هو لو عنده اسباب، ولو مريض نفسيا، شوف بقى لو مريض نفسيا عنده مشاكل كده عشان هو في حد سلب منه قوته ورجولته وكل الكلام ده، ده يتحاكم وياخد اعدام، وفي ميدان عام كل المرضى النفسيين هيخفوا. كويس جدا، بس برضو في انواع بلطجيه اخرى يجب محاسبتهم. زي ما قلت لحضرتك، هبدا بمجالي عملي انا كمحامي، المحامي اللي بيستخدم القانون وبيستخدم العلاقات وبيستخدم الهيبه اللي ربنا اداها لنا في الايذاء الناس وشتمتهم وتهزيئهم، ده بلطجي. طبعا انت عندك خلاف على الكلام ده. وعندنا ممكن لو في ضابط بيستخدم البدله بتاعته في ان هو يهين الناس، طبعا ده بلطجي. اذا انا بتكلم على اللي احنا عندنا قطاعات كتيره جدا من السلوكيات اللي تندرج تحت مسمى البلطجه، يجب ان الدوله تحد منها، وفي الاخرهم بقى البلطجي اللي هو الضعيف او البلطجي الحساله اللي احنا المجتمع الراي العام بيحاربه. انا مع ان الدوله تكون حكمها رادع جدا مع البلطجي. طب ليه بقى الدوله بقى حكمها رادع جدا في الفترة الأخيرة مع الضابط ومع المحامي؟ ده في ضابط تعدى على محامي اتحبس وساب شغله. القانون تم تطبيق القانون عليه. صاحب القانون عليه. ليه بقى يبقى عندي أنا مجرم ملوش أي 60 لازمة في الحياة، المفروض يتردم عليه ملوش لازمة، وموت لي شخص شاب في عز شبابه واسيبه بقى ايه في اللي هو مش عارفه بيسموه ايه، اللي هو في الاسم يعني. وشويه قطار ويفضل عايش كده متهنن، ده يتعدم؟ لا، لو تركنا الاحكام على الناس للراي العام، الناس كلها تعدم. ده سرق اعدموه. لا، مفيش في قانون، في قانون بيحاكم الشخص. لو انت بتتكلم عن حادثه الشهيد محمود البنا، طفل اتقتل في المنوفيه، انا معاكم طبعا ان التصرف الصادر من المتهم راجح ده يستحق. متصور فيديو صح؟ طبعا. وجريمه. طيب لو حتى هو تحت السن وعنده 18 17 سنه، لو في قانون هيتم تطبيق عليه، حتى لو عنده 17 18 سنه، هو مش مدرك ومش واعي ومش مطلع بطاقه كده ومكتوب فيها ذكر، مش لسه طفل صبي، ذكر، مش المفروض يتحاكم؟ هو بيتحاكم ولا يتحبس؟ لا يتحاكم. انا وجهه نظري انا يتحاكم يعني إيه؟ اعدام. ايه عنده 17 سنه؟ فنقول يا عيني لسه صغنن يتحبس له 10 15 سنه ويطلع لنا مجرم قد الدنيا. انا معاك ان الحدث جلل ويجب فيه تغليظ العقوبه، بس ولكن يجب ان نحترم القانون ونحترم ان في حاجه اسمها محكمه. انا بحترم ولا يترك الامر للراي العام، وبحترم مش كل حاجه الراي العام لك اعدام اعدام. لا، احنا لازم نكون توازن. بس في قضيه حصلت من سنين كتير قوي، رئيس الجمهوريه حسني مبارك كان ثلاث نقاشين طلعوا كانوا بيشطبوا شقة لست بطفلين، فرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك لما قتلوا الست بالأطفال بعد ما خلصوا شطبوا الشقة عشان يسرقوهم، هم دخلوا وعاشوا معاهم، والست كانت بتعمل لهم أكل، ما هو تصور الكلام ده واتذاع، هم بيحكوا بيعيطوا بالدموع، فعرفوا أسرار البيت. بعد ما قتلوهم واتقبض عليهم، عارف عمل فيهم إيه؟ أكيد حضرتك عارف، بس ممكن يكون في مشاهدين مش عارفين. قتلهم عدمهم وصورهم في خلال ايه، شهرين ثلاثة، وبقوا عبرة. بقينا عايشين في بعض كده كام سنة كده ورا بعض، عايشين مش في امن، بس الناس بقت تسيب بيوتها مفتوحة وتنزل، لو مجرم حقيقي وهو قاعد بيفكر ويخطط يطلع بيراجع نفسه 100,000 مرة. طبعا فده اللي انا بطلبه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ماشي، بس برضه الرأي العام ما ينفعش يحرك القضاء. تمام، هو انا مش رأي عام، بقول لك مش رأي عام بيحرك القضاء. انا بناشد رئيسنا عبد الفتاح السيسي اخذ خطوات ما فيش رئيس جمهوريه يقدر ان هو يعملها، هو عملها. هو قادر، الوحيد اللي في البلد دي قادر، لما يبقى في مصيبه راح فيها شاب عشان شخص ملوش لازمه، يصدر قرار يتعدم في 24 ساعه ما لم يتصور. انا مش بتدخل في القضاء. طب لو جريمه، انا مش بتدخل في القضاء، انا بناشد رئيسنا الجمهوريه. طب لو جريمة، رئيس الجمهوريه لو جريمة، انا بناشده. لو جريمه نفس الجريمه دي بس لم تثار اعلاميا ولم يتم تسليط الضوء عليها، ما بقاش في الكلام ده، بقى اي حاجه بتحصل في حاجات للاسف، في حاجات كتير قريب كتير جدا. انا في الحقل القانوني وعارف ان في جرائم كل يوم بتحصل في كذا حته، ولكن يحكم القضاء، يحكم عليه ويتصور وينشروه. اذا يبقى احنا صح، يبقى المفروض تغليظ العقوبه ده اللي بيحصل، والتصدي للجريمه عن طريق قانون عام يعمم على كل الايه المجتمع. مفيش حاجه اسمها ان انا اعدل القانون عشان خاطر حاله معينه. انا مع تغليظ وتوقيع اقصى عقوبه على المتهم في قضيه محمود. انا ما بتكلمش على تحت 18 ولكن سنه، ما ينفعش. انا بتكلم على شخص قانونيا سنه لو اتحاكم اعدام، بس بقى مش عايزاه يتعدم بعد 6 شهور بعد ما الناس تنسى.
لا انت نفذ بسرعه، انا ما بعدلش في نصوص قانونيه. انا ماشي شخص او شاب تحت ال 18 سنه مفيش مشكله، لان ده ميثاق عالمي وخلاص اوكي احنا امر واقع، مع انه المفروض عنده 18 سنه ده فاهم كويس جدا، بس ماشي يمكن لما يشوف مجرم عنده حاجه 20 سنه بيتعدم قدام عينيه ربنا يشفيه. جاب السن، وفي نصوص قانونيه بتقول ان هو في الاخر خالص هيتعدم، ده قانون، بس يتنفس بسرعه يا سياده المستشار. تمام، يمكن فعلا في ناس فعلا تخاف انها تعمل كده تاني. احنا نترك سرعه التقاضي، سرعه التقاضي، ولكن مع الاعتبار اللي احنا نترك لاي متهم مهما كان جريمته حق الدفاع، لان خلي بالك ممكن في احوال كتيره جدا يكون الراي العام كله ضد حاله معينه وفي الاخر بيثبت ان هي بريئه، او لان احنا برضو ده دور طبعا المحاماه، اي بني ادم واي مواطن حتى لو كان مجرم، حتى لو كان قاتل، حتى لو كان تاجر مخدرات، من حقه ان يكون ليه مهله يدافع فيها عن نفسه ومحامي يدافع عنه، اذ ربما يكون في ثغره او ثغرات تعدل موقفه، ربما يكون القانون بيديله بعض الحقوق، فما يكونش حكمنا بشكل طبعا الجريمه مستفزه والراي العام بيقول لك اقتل واعدم، لا، ولكن برضه كل واحد ليه حق من حقوق الدفاع المفروض يعبر فيها عن نفسه ويشوف حقوقه ايه ويوجهها للمحكمه، والمحكمه في الاخر حكمها اللي بيكون هو عنوان الحقيقه. عجبتني جمله من حضرتك في حلقه من حلقاتنا لما قلت لي الظالم والمظلوم محتاج محامي. طبعا ما هو الظالم والمظلوم محتاج محامي زي ما قلت لحضرتك، عشان خاطر الظالم دوت يجب ان يحاكم وفقا قدر ظلمه. تمام، ما ينفعش انا احاكمه وادي له عقوبه اكتر من عقوبته، ما هو ده دور المحامي. صح، عشان كده برضو انا بقول الراي العام ان مش شرط ان محامي بيدافع عن قاتل او محامي بيدافع عن تاجر مخدرات، لا، انا بدافع عن ناس، انا محامي جنايات وبدافع عن ناس ارتكبت جرائم معينه، ولكن بكون مدرك ان انا بدافع عن تطبيق القانون فيه. المحامي بجيب له اقل حكم يستاهله. المحامي هو مدافع عن تطبيق القانون في اي متهم. تمام، كان بلطجي بقى، كان قاتل تاجر مخدرات، لان القتل 100 حاله وكذا حاله القتل، بس خلينا متفقين قتل عمد ولا في سبق اصرار وترصد، بيكون في ثغرات، خلينا متفقين ان هو المحامي بيبقى عايز يشوف الصغرات، اي ثغره عشان يلاقي الثغرات في بعض الاحيان بتكون شيء من الرحمه، الثغرات في بعض الاحيان بيكون شيء من الرحمه. رحمه لو في واحده بتجهز بنتها وماضيه على نفسها وصلات امانه وتتحبس زيها زي الحرامي السارق، هي عايزه تجهز بنتها في ماضيه وتعثرت، انا هقول لحضرتك مش رحمه، ده احنا لو ما رحمناهاش ربنا مش هيرحمنا. لكن واحد قتل ابني ياخد عقوبته طبعا، ابني ياخد عقوبته، الموضوع منتهي. ابني بالظبط ده، وبرده آليه التنفيذ، انا هفضل اقول كل حلقه في آليه التنفيذ دي يمكن تنفذ في اسرع وقت. تعجيل التقاضي وتعجيل تنفيذ الاحكام شيء مهم جدا في كل القطاعات، الجنائي والمدني وتنفيذ الاحكام في كل انا شايف ان علاج اي ظاهره من هذه الظواهر عن طريق تعظيم دور القانون، تعظيم دور المحامين، لازم يكون في ردع من المحاكم، تعجيل الاحكام وتعجيل تنفيذها عشان الناس تحس ان فيه ليها مرجعيه، عشان الشخص قليل الحيله، المواطن البسيط اللي مش ما عندوش اطلاع على القانون، اللي ما عندوش ناس، اللي ما عندوش عزوه، يعرف ان هو هيجيب حقه من الضعيف. المفروض الدوله تخلي الضعيف يستقوى بيها. صح، الدوله تخلي الضعيف يستقوى بيها. طيب ايه رأي حضرتك في الفقره اللي هي القانونيه اللي احنا عاملينها دي؟ احنا بقى دلوقتي علينا احنا واجب، انا عليا واجب وحضرتك عليك واجب، مش المحكمه بس، ومش آلية التنفيذ بس، ومش سرعه التقاضي بس، احنا كشعب علينا كل واحد فينا دور. انا دوري كاعلاميه ومنبر اعلامي ان انا استضيف محامي يشرح للناس يعني ايه قضايا، يثقف الناس يعني ايه قانون. في بعض القوانين اللي بتمس المواطن، المواطن بيحتاج لازم يكون يعرفها. بالظبط. زي بالظبط الحاجات الانسانيه الشخصيه الطبيه، في كل واحد فينا يبقى عارف في بعض الحاجات، في ثقافه قانونيه المجتمع المصري مفتقدها. في اساسيات. عايز حضرتك تقول لهم النهارده بعض من الاساسيات عشان يستفادوا بالفقره. عامة القانون المصري والدستور المصري كبير جدا، مش هينفع اتكلم على جزء منه، بس هتكلم في جزء بسيط جدا اللي هي الحريات او حقوق الانسان اللي بعض الناس بتشدق بيها. القانون المصري بيدي الحقوق للاشخاص والافراد، بيحميك وبيقدر يجيب لك حقك، الجا اليه، الجا للمحامي، الجا للاسم بس وانت صاحب حق فعلا. اخر حاجه تلجا اليها العنف، اخر حاجه تلجا اليها البلطجه، اخر حاجه تلجا اليها اساءه استخدام القانون. لو انت محامي راعي ان انت دورك توصيل حقوق الناس الى المحكمه بشكل قانوني حقيقي. ما تظلمش حد عشان تجيب حد، ده برضه نوع من البلطجه، ان انا استخدم القانون عشان اضيع حق حد، دي بلطجه على فكره قانونيه. لو انت راجل شرطه او راجل دورك بتنفذ القانون، عجل في تنفيذ احكام المحاكم، عدل في تنفيذ القانون، خلي دورك انساني. انا زي ما قلت لك احنا دورنا كمحامين ودور رجال القانون بقى كل قطاعاتهم، نيابه، شرطه، قضاء، اللي احنا ننصر الضعيف صاحب الحق، ننصر قليل الحيله صاحب الحق، حتى لو كان الخصم بتاعه هو مين، اقوى مين.
فانا شايف ان اخد راي حضرتك في حاجه. اتفضل. وعلى الهوا كده، لو في حد قليل الحيله مش معاه يدفع للمحامي عشان يعني يبقى يا فندم الدوله يقدروا يتواصلوا معانا من خلال حضرتك. طبعا ليا الشرف طبعا، ولكن عشان برضه انا بطلبها من حضرتك على الهوا. طبعا يا فندم، انا يعني انا بيجي لي حالات على صفحه البرنامج كتير جدا، بيبقوا عايزين محامي بس قدرتهم الماديه ضعيفه، فعايزه من خلال الفقره دي افيدهم اكبر افاده. حضرتك هتحطي ايدك في ايدي وفي ايد البرنامج في الموضوع ده؟ طبعا ليا الشرف برضه اضيف لحضرتك انك برضه عشان نعرف برضه ان في ناس مش عارفه حاجه، ان الدوله بتوفر محامين للناس اللي ما عندهمش محامين. يعني في محاكم الجنايات احنا في، يعني هو لو بيتحاكم في المحكمه الجنايات طبعا الدوله بتقول له فين محاميك. اه طبعا، وبيحصل، والاساتذه القانونيين والمحامين عارفين، الدوله بتقول له عندك محامي، المتهم بيتنادي عليه عندك محامي، ما عندوش محامي، تقول له المحكمه تجيب لك محامي، وبالفعل المحكمه بتنتدب احد الساده المحامين من نقابه المحامين يدافع عنه بدون مقابل، من ما بيدفعش حاجه. وكل المحامين على فكره، مش انا بس، اي محامي لازم هتلاقيه في مكتبه. انا عندي في مكتبي كل المحامين، جزء للاشخاص اللي هم يعني ما عندهمش القدره الماديه، بنقف معاهم كاستشاره، كوقفه، كمرافعات، ده دور المحامي. والدوله كذلك نفس القصه، بتجيب محامين لبعض الاشخاص. وانا ليا عظيم الشرف طبعا ان اقدر اساعد اي حد، وده حاجه يعني واجب عليا وصدقه العلم زي ما بيقولوا يعني. وانا اتشرفت بحضرتك، والبرنامج اتشرف بحضرتك، ودايما بتضيف للفقره مش بتاخد منها. ده ذوق حضرتك. وطبعا انا بالعكس، انا شرف ليا ان اطلع في قناه المحور، قناه راقيه وقناه عظيمه وبرنامج محترم، واتمنى اكون اضفت شيء حتى للساده المشاهدين كتير. يعني وان شاء الله لسه هنضيف لهم في فقرات اكتر ان شاء الله. شكرا. إن شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني، وهنتكلم مع المستشار احمد طاحون في حادثه القطار استفاضه. زي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. في البدايه كده عايز اعرف من حضرتك، ايه اقصى عقوبه ممكن ياخدها الكمثري في انه تسبب في وفاه شاب زي ده، واقل عقوبه؟ بص يا فندم، هو طبقا لقانون العقوبات المصري، اقصى عقوبه لو كان القتل عمد، واقل عقوبه لو كان القتل خطا. طبقا للواقع وملابساتها الواضح لحد دلوقتي لحين الطاعة بقى الأوراق بتاعت الدعوة، إن رئيس القطار أو الكمساري اللي تسبب في الوفاة كان عنده ظرف الإصرار. إيه هو الإصرار سعادتك؟ إن هو كان عنده ظرف، إن هو كان الوقت متاح قدامه إن هو يفكر بالفعل اللي هيعمله، وكان عنده القدرة إن هو يتوقع نتيجة رد الفعل ده إيه، فهنا توفر الإصرار. فطبقا لقانون العقوبات، إن جريمة القتل العمد مع الإصرار وليس الترصد، أنا شايف إن هي متوفرة، لأن السلوك الإجرامي حاجتين سعادتك، في سلوك سلبي في سلوك إيجابي. السلوك الإيجابي هنا متوفر، لأن هو أكرهه عن سبيل، إن هو هددهم إنه هتعمل له محضر وهتعرض على الشرطة والكلام ده كله. شاب صغير في السن دوت ومعهوش بطاقة على حسب ما يقال، حصل عليه إكراه. الإكراه ده خلاه فعلا إنه حتى لو الكومساري ما زقوش من القطر، الإكراه ده هو اللي دفعه القفز من القطر. ولو كنا على السلوك السلبي اللي هو تبع للسلوك الإجرامي، برضه السلوك السلبي متوفر. النهارده بكون رئيس قطر، مش من حقه ان هو يفتح باب قطر ويعرض حياه الركاب كلهم للخطر. صح. مش الاثنين دول بس، هو بصفته رئيس قطر مسؤول محافظه عن القانون في القطر، فهو هنا اخطا بسلوكه السلبي ده، امتنع عن الحفاظ، في نفس الوقت امتنع عن تنفيذ القانون، لان القانون بيقول ان الدول اللي تقبض عليهم وتعمل لهم محضر غرامه، معهمش تذكره، غرامه. غرامه يعني هو عنده في القانون غرامه يا فندم. طبعا طبعا ان يعمل له محضر وحاجات كده، لكن تذكرة محضر وغرامة. مفيش ساعت حاجة في القانون بتقول لك افتح الباب وينط. بالظبط يا فندم. هو في كده الحالتين السلوك الإجرامي متوفر لجريمة القتل العمد بالإصرار سعادتك. تمام. طب وأقل عقوبة ممكن ياخدها إيه الكمثري؟ القتل الخطأ سعادتك، ودي من 3 سنين ل 200 جنيه غرامة. 3 سنين؟ ل 200 جنيه غرامة. بعد لما شاب يعني ينط وراسه تتفصل عن جسمه لو قتل خطأ، 3 سنين بس ويطلع؟ أنا شايف إن هي متوفر فيها القتل العمد وليس قتل الخطأ. عشان في ناس وشهود قالوا إن هو ترجان هو ينزله في المحطة اللي جاية وهو رفض. تمام تمام بالظبط كده يا فندم. طب تفتكر إيه السبب اللي يخلي الكمساري يعمل حاجة زي دي؟ هو هيتضرر في شغله لو الشخص ده كان فضل ما نطش؟ ما هو مش هيتضرر، إن هو كان يعمله مذكرة، مذكرة مش محاضر حتى، مذكرة إن في راكب بدون تذكرة تطبق عليه غرامة. يعني ما كانش
هيتحاكم مثلا الكومساري في اي حاجه ان هو في راكب ما دفعش 70 جنيه كان هياخد الاجراء القانوني اللي هو ملزم يعمله. يوسف تريز قطر ملزم باجراء قانوني اللي هو مذكره وغرامه. طب ده اللي هو ملزم بيه. انواع القتل بشكل عام ايه انواع القتل بعيدا عن القضيه دي؟ ما هو حضرتك القتل قتل عمد وقتل خطا. في قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، في قتل عمد بالاصرار فقط بدون ترصد، وفي القتل الخطا. ايه اللي حضرتك شرحته؟ تمام يا فندم. طب امتى استخدم روح القانون في قضيه؟ وحضرتك هو روح القانون تطبق في حاله استعمال الرأفه. استعمال الرأفه بيكون في القضايا اللي بيكون فيها الجاني وليد لحظه تستوجب ان هو يتعامل معاه الرأفه. زي قضايا مثلا كان في قضيه كان في واحد سرق لانه محتاج يجيب دواء لزوجته. فهنا القاضي بيستعمل الرأفه اللي هو بيكون العقوبه مع استعمال الرأفه. يعني في سرقه. إيه حالات في حاجه معينه. حالات في معينه فهمتك بالظبط يا فندم. حاجات مش معينه. مفيش روح القانون في قتل. صعب في جريمه زي دي يعني لو اثناء الوقع على الراهنه ديت صعب جدا ان يكون فيها روح القانون في حاجه زي كده. طيب كلمني عن دور السوشيال ميديا في توخويف الناس وتعظيم الجريمه، ولما المجرم بياخد حسابه ما بيطلعوش يتكلموا في الموضوع ده. هو للاسف حضرتك طرحت موضوع مهم جدا جدا، وممكن كتير جدا ما حدش بيتكلم في الموضوع ده. للاسف فعلا السوشيال ميديا متسببه ان في جرائم بأخص لسن صغير بيشوف ان البطولة ان هو يقلد السوشيال ميديا في الحاجات دي، وشايف ان البطل بيعمل الحاجات الغلط دي كلها والافعال الاجرامية دي كلها وفي الاخر ما بيتحاسبش، او على الاقل بيفضل الجريمة بدون اي عقاب. فده مخليها فعلا حضرتك مسكتي كده وتر حساس في المجتمع. انا شايف الجرائم بتزيد فعلا بسبب الجرائم دي والتقليد للبطل في ادوار البطولة بتاعته في الاجرام. ولما المجرم بياخد جزائه من القضاء العادل تمام. ما بننزلش ونشير ونعمل بقى مشاركة لا لا خلاص بقى اتحاكم. أصلا مش هجيب فيو بمحاكمة مجرم، لكن امتى اجيب فيو لما افضل اقول ايه ده قتل ده سرق ده عمل ومفيش دولة ومفيش حكومة، ابتدي اجيب نسبة مشاهدة. وده اللي شغال عليه على فكرة المنتجين في المسلسلات وفي الافلام، ان انا اعمل بلطجي هيرو طول المسلسل وطول الفيلم، في الاخر خالص محاكمه زي ما قلت لكم في اخر دقيقتين فما حدش يحس بيها. طيب لو المجرم اتحاكم بثلاث سنين وغرامه 200 جنيه قتل خطا، من حق اهل المقتول يرفع قضيه ثانيه ويطالب بمحاكمه اغلظ من دي ولا لا؟ والله يا فندم اقصى حاجه ممكن اهليه المجني عليه متوفي رحمه مولاه مطالبه بيها التعويض. التعويض ده لو اتطبق اي حكم جنائي يعني دعوه تعويض. يقدروا يعملوا يرفعوا دعوه تعويض. تعويض لكن إيه عدد السنين مش هيزيد. لا ما حضرتك هو دلوقتي المتهم هو اللي هيقوم بالطعن على الحكم بتاعه، والقاعده القانونيه لا يدار الطعن بطعنه، فعمر الحكم هيزيد طبق القاعده القانونيه. لا يدار الطعن بطعنه. طب هل في تعديل في القانون المحاكمة الشاب اللي عنده 16 17 سنه ولا هيفضل كده؟ يعني طول الحديث بتاع البرامج والميديا بشكل عام ان احنا عمالين نقول يا جماعه 16 17 سنه ده يعني فاهم وواعي، هل في تعديل؟ لغايه دلوقتي مفيش تعديل. سعادتك حضرتك برضو اصبت موضوع حساس جدا دلوقتي، ان هو فعلا معظم الجرائم بيقوم بيها بنظر قانون احداث من 15 18 سنه معظم الجرائم والجرائم الشهيره كمان، ومع ذلك القانون هو ده القانون. يعني قانون 12 لسنة 1996 قانون الطفل بيتطبق بحذافيره، وده القانون الطبيعي لجرائم الأطفال. محتاج فعلا تعديل لأن 16 17 سنة ده مش طفل. بالظبط يا فندم. يا جماعة والله ما طفل، 16 سنة ده مطلع بطاقة ومسؤول، يعني مسؤول عن نفسه مش طفل. طفل دي لحد 14 15 سنة أقول لكم أه، لكن 16 سنة ده الحكومة بتقول 16 سنة تطلع بطاقة، 16 سنة تتحاكم. تتحاكم إيه؟ على كل حاجة أنت عملتها. سرقت نفس الحكم لو عندك 30 40 50 60 سنه، قتلت تتحاكم برضه. مش نقول 16 17 سنه يدخلوا الاحداث شويه ويطلع. انا بشكر حضرتك جدا ان احنا وضحنا للناس تمام الحكم كاقصى عقوبه واقل عقوبه عشان الناس تبقى مدركه، وان شاء الله لما يتحكم على الكمسري هنطلع نقول حكمه ايه. نطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا. لا للعدوان التركي على الأراضي السورية،
أرض إخواتنا مسلمين مسيحيين، أرض إخواتنا كلنا بنقول لا للعدوان التركي، كلنا عايزين نحارب حتى لو مش بسلاح، إحنا لا نملك إلا الكلمة. فمن مكاني بؤيد الكلام والقرارات اللي اتخذت في آخر المؤتمر اللي حضرتكم هتشوفوه دلوقتي، اللي أنا عاملة فيه تقرير مع محاميين ومستشارين وقضاة تحت شعار لا للعدوان التركي على الأراضي السورية. أنا مع انقطاع جميع المنتجات التركية، أنا مع انقطاع السياحة التركية، أنا مع طرد السفير التركي. ده موقف مني ومن الشعب ومن القضاة ومن المسؤولين وقوفا جنب السوريين. تعالوا بينا دلوقتي نشوف التقرير وفي كلام باستفاضة، تعالوا بينا. ندعو الشعب العربي والأنظمة العربية والحكام العرب على مقاطعة المنتج التجاري التركي ومقاطعة السياحة التركية، اللي هو ده اللي استطعنا احنا نطلب منهم، وبنطلب ايضا بعودة المقعد السوري في الجامعة العربية. هذا المؤتمر دعت اليه نقابة مصر، وهذا ليس جديدا على نقابة مصر في كافة القضايا القومية المهمة. بنعبر عن رأينا مجلسا ونقيبا وعضاء وجمعيات عمومية، لابد من نقابة مصر سباقة. نبدأ مثلا من عام 2003 قبل الغزو العراقي، نقابة مصر دعت إلى مؤتمر عام شارك فيه كل المحامين العرب، وكان ينعقد في القاهرة في قاعة المؤتمرات. في 2006 لما حاولوا يحاكموا الرئيس بشار الأسد دعت مصر إلى عقد مؤتمر في 2006 في دمشق، وكان مصر لها دور كبير وفعال. أيضا عندما أعلنوا عن أن القدس عاصمة لإسرائيل، في هذه القاعة التي ينعقد فيها المؤتمر اليوم طلبت نقابة مصر عقد مؤتمر، وسجل اعتراض كافة النقابات واتحاد المحامين العرب على هذا القرار. مصر سباقة، نقابة مصر سباقة من قديم الأزل في كافة القضايا القومية. طيب فعلا احنا هيتم انقطاع جميع منتجات تركيا؟ بص حضرتك، ما نتداوله الان هو مجرد مناقشات وتوصيات، انما هيتبلور الحوار او القرارات في جلسة مسائية اليوم او جلسة صباحية في الغد. ولكن انا بطمنكم ان من اهم القرارات التي إن شاء الله هتصدر عن هذا الاجتماع هو ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، طرد أي ممثل للأتراك في مصر، مقاطعة كافة المنتجات التركية، وقف شركات السياحة التي تتعامل في رحلات سياحية إلى إسطنبول أو إلى تركيا. مجمل من القرارات، وأهم ما في الأمر أيضا وهتجري المناقشة فيه إن شاء الله بعد قليل، وضع سد النهضة. إحنا نريد حشد كافة الدول العربية والنقابات العربية لدعم مصر في قضيتها القومية، وهي قضية سد النهضة. وإن شاء الله هذا الموضوع هيناقش في الجلسة المسائية، وهتصدر التوصيات غدا بإذن الله في مجمل ما ذكرته لحضرتك، إنه بيتعلق بالشأن السوري، بيتعلق بسد النهضة، بيتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بيتعلق بالإدانة الشاملة لكافة الغطرسة التركية في المنطقة، وأن هي بتمثل وتدير كل ما تطلبه أمريكا والصهاينة في المنطقة العربية. تركيا هي الممثل
للأمريكان وللصهاينة في المنطقة العربية. الحقيقة أن المؤتمر ده يعتبر حلقة من حلقات القومية العربية اللي بتتبناها نقابة المحامين وبيتبناها اتحاد المحامين العرب. سوريا دولة عربية شقيقة بتتعرض لاعتداء تركي غاشم غير مبرر وملوش سبب على الأراضي السورية وعلى المواطنين السوريين وعلى الشعب السوري. كان من الواجب على المؤسسة العربية القومية اللي هي اتحاد المحامين العرب ومصر دولة المقر ونقابة المحامين المصريين ان هم يعني يعلنوا عن موقفهم الرافض لهذا الاعتداء الغاشم على دولة عربية في حالة حرب داخلية واحتراب داخلي ايضا بيتكلب عليها المستعمرين من كل الجنسيات. ده سوريا النهارده فيها اكتر من بلد اجنبي متواجده بقواتها العسكريه. النهارده تركيا كمان بتجتاح الشمال السوري بدعاوى وكلام ملوش اي اساس من الصحه. الشعب السوري بيئن وبيعاني بقاله فتره طويله. الحقيقه اتحاد المحامين العرب باعتباره المؤسسه العربيه القوميه اللي باقيه بتدافع عن القضايا العربيه بيتبنى النهارده مؤتمر لدعم الشعب السوري ودعم الدوله السوريه ضد اي اعتداء وعدوان خارجي. طيب ايه موقف الدول العربيه تجاه دوله تركيا؟ الحقيقه انه اولا اتحاد المحامين العرب بيشارك فيه كل نقابات المحامين في كل البلدان العربيه والنهارده ممثلين عن كل هذه البلدان موجودين في الاجتماع بيمثلوا بلادهم وبيمثلوا نقابات المحامين في كل البلاد العربيه بيشاركوا مع اتحاد المحامين العرب مع نقابه المحامين المصريين في القاهره دوله المقر لاعلان هذا التأييد. واعتقد انه تأييد الشعب السوري والوقوف مع الشعب السوري ومع الأراضي السورية موقف كل البلدان العربية. ما حدش النهاردة يقدر يخرج عن الإجماع العربي على أنه سوريا دولة عربية. سوريا دولة بتتعرض لاعتداء وبتتعرض لاحتلال وبتتعرض لمآسي كثيرة بيعانيها الشعب السوري. كل البلدان العربية عبرت عن ده في المؤتمر. كل المندوبين الدائمين للبلدان العربية في اتحاد المحامين العرب أيضا برئاسة النقيب سامح عاشور عبروا عن رفضهم الكامل للاعتداء التركي المجرم الغاشم على دولة سوريا وأعلنوا ده صراحة. وهيخرج بيان عن المؤتمر يعبر عن هذا الأمر بإجماع كل الحاضرين إن شاء الله. شرفت بدعوة السيد النقيب نقابة محامين مصر بحضور المؤتمر التنديد بالعدوان التركي على سوريا. وطبعا أنا كنت سعيد جدا بحضور المؤتمر لأن أنا شفت حضور كثيف خاصة من السادة أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب إن هم جم من كافة الدول العربية من السودان ومن المغرب ومن الأردن ومن سوريا. عجبتني كلمة جدا كلمة النقيب العام الأستاذ سامح عاشور لما ندد بالعدوان الغاشم العدوان التركي على سيادة الأرض السورية الشقيقة وإن هو دعا إن هو قطع المنتجات. إن أنا النهاردة مصر تقاطع السياحة التركية ومش مصر بس والدول العربية كلها ولابد من التكاتف والتنديد. وعايزين نبقى النهاردة ناخد موقف قوي مش مجرد التنديد فقط. لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لرد هذا العدوان الغاشم من تركيا على دولة سوريا الشقيقة. طيب كلمنا عن النتائج اللي توصل إليها المؤتمر. هو حاليا في اجتماع شغال مكتب دائم بعدها بياخدوا الآراء والمقترحات. بعد ما يخلص اجتماع هو حاليا مكتب رسمي اتحاد المحامين العرب بعد ما يخلص يطلع منه النتائج وهتتعلن للجميع. هي المؤتمر ده بقى بيبعت رسائل للعالم كله يقول ان سوريا في القلب كما ان مصر هي قلب العروبة النابض فهي سوريا نبض العروبة والقلب والنبض لا يفترقان. بنقول للعالم كله ان سوريا مش ممكن حد هيسيب سوريا لان دين مش مقصود سوريا. الموضوع مش موضوع سوريا. واذا حد من الحكام العرب اعتقد خاطئا ان المقصود سوريا يبقى اخطأ سياسيا لان المقصود تقسيم الوطن العربي. هم بيقسموا الوطن العربي واحنا شفنا العراق وشفنا ليبيا وشفنا السودان وشفنا مصر وربنا حمانا. النهاردة راحوا لسوريا بعد ما سوريا اتدمرت وبدأت تتعافى فخافوا لسوريا تتعافى. وسوريا من الناحية الشمالية
الوطن العربي حامي حما الوطن العربي من الناحيه الشماليه، فقال ليه تتحامى سوريا؟ لازم نضربها ولازم نخزلها ولازم نضعف الوطن العربي، لكن الوطن العربي لن يضعفه شخص، ولازم يتكاتف الدول العربيه كلها كراجل واحد. اذا في حد معتقد خاطئا ان في دوله اجنبيه او اتحاد اوروبي او امريكا او غيرها تسنده ومش هيبقى مجال للهجوم، انا بقول له لا، انت واهم، انت واهم. ايه النتائج التي تم الوصول اليها في المؤتمر؟ النتائج اللي تم الوصول اليها ان هتقدم مذكره الى محكمه العدل الدوليه بشكايه تركيا. احنا بنحاول دلوقتي نبعت لكل المنظمات الدوليه رسائل حقيقيه مش رسائل شفهيه بس، لكن احنا مش معانا سلاح في اتحاد المحامين العرب ولا معانا قوات هندخل حرب، حربنا هو حرب الكلمه. والله النهارده احنا الحمد لله حضرنا بناء على دعوه السيد الاستاذ النقيب سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامين مصر للوقوف صفا الى اشقائنا محامين سوريا ضد الهجمه البربريه الغاشمه التركيه بمباركه، احنا شايفينها احنا بمباركه العدوان الصهيوني الاسرائيلي والامريكي بالتعاون مع ايران وقطر ضد الشعب السوري، واحنا كلنا المتواجدين اليوم تدعيم اتحاد المحامين العرب في هذه الهجمه البربريه نرفضها جمله وتفصيلا، ونحن مع الشعب السوري لتحديد مصيره. اعتداء على سوريا هو اعتداء على كل الاقطار العربيه، فمن اجل ذلك دعي الى اجتماع استثنائي لاتخاذ اتحاد المحامين العرب موقف واضح ضد هذا الاعتداء مع الاهل في سوريا مع الشعب السوري من اجل رد الاعتداء وفضح الاعتداء والعمل القانوني بان يتخذ الاتحاد مواقف واضحه بهذا الشان. رجعنا لكم تاني بفقرة مميزة ومختلفة، هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي. ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ هنعرف النهارده من ضيوفنا وهم دكتورة منى عمارة وهي مدير مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة دمنهور. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ومعانا ايضا مدرس بكلية التجارة بجامعة دمنهور دكتور عصام امين. ازي حضرتك؟ الحمد لله. وحاصل على افضل رسالة دكتوراه على المستوى الوطني العربي، حاجة مشرفة فعلا. عملتها ازاي دي؟ اجتهاد والله وابتكار. انت ما شاء الله يعني سنك صغير شويه. عندك كام سنه؟ 32. 32 بتذاكر في الدكتوراه دي من عندك كام سنه؟ يعني 28 بالظبط. ما شاء الله، يعني اربع سنين اخذت افضل رساله دكتوراه. رساله دكتوراه؟ طب كلمني عن الرساله بتاعتك قبل ما اتكلم في الموضوع بتاعنا، كلمني كده بايجاز اجتهدت ازاي، وكنت الدراسه اصلا بتاعتك بتاعت الدكتوراه كانت في ايه؟ خلاصتها ان الدراسه كانت اللي انا بجتهد اللي استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي اللي انا اقدر احقق ايه في فتره ائتمان او ثقه ائتمان اعلى، وانا بحقق ايه الحاله الائتمانيه للشركات، فبالتالي انا قدرت استخدم الذكاء الاصطناعي في ابحاث تطبيقيه اللي انا اقدر ايه اهتم بيها وافيد الدوله بان هي ايه تتحقق بالحاله الائتمانيه للشركات. فبالتالي لما عرضت على الناس او قيمت من اللي هي رسائل الدكتوراه اللي فاتت خدت افضل رساله دكتوراه، بحيث ان انا استخدمت ذكاء اصطناعي مع محاسبه او تجاره، فايه حاجه. طيب عشان الناس تعرف معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله نسال دكتوره منى يعني ايه الذكاء الاصطناعي. تمام. ذكاء اصطناعي هو فكرته قايمه على محاكاه العقل البشري، مش بس كده في مكونات للعقل البشري، لا كمان طريقه عمل العقل البشري. ده بنستخدمه مع الاله، وهي عاده الاله دي بتبقى عباره عن كمبيوتر، علشان اقدر ارفع من قدرات البشر اللي قدامها لما يجي يتعامل يعني الانسان. يعني انا بعمل جهاز
بيعمل محادثه مع عقل الانسان، بدربه على بعض الاعمال المشابهه لعقل الانسان، وخاصه الاعمال المتسمه بالذكاء. يعني انا لما بدربه على بعض الاعمال الخاصه بالخبرة مثلا في بعض المجال، مش على اي عقليه يعني. تمام. طب انا ازاي احول جامعه عاديه بجامعه فيها ذكاء اصطناعي؟ هو الحقيقه دي رحله احنا بداناها، انا الحقيقه بداتها في البدايه خالص من خلال الدكتوراه بتاعتي. انا حاصله على بعثه اشراف مشترك بدعم من الحكومه المصريه بين جامعه دمنهور وجامعه فاندربلت بالولايات المتحده الامريكيه. الجامعه دي مصنفه من اعلى 50 جامعه على مستوى العالم. اول ما سافرت كان في 2 بروجكت شغالين فيهم مع جامعه ستانفورد وجامعه بنسلفانيا. اخذت الليد لواحد من البروجكت دي وكنت ممبر في الثاني. فكره تحويل اي خدمه لخدمه ذكيه او اي جامعه لجامعه ذكيه، في ان انا لها كذا محور، جزء خاص بالبيئات الذكيه، الجزء الثاني خاص بالرقمنه التعليميه او الخدمات الاخرى اللي هي قد تكون خدمات خاصه بالمجتمع زي المواصلات او جزء الصحه او غيره. لو حبينا نتكلم ان ديتيلز في كل ديت بيئه ذكيه يعني ايه، فاحنا لازم نفرق الاول بين البيئه التقليديه، البيئه التعليميه التقليديه والبيئه الذكيه. البيئه التعليميه التقليديه اللي هي ما فيش فروق بين الطلاب، المحتوى بيبقى واحد، طريقه التدريس واحده، المدرس بيبقى قدامه كم كبير جدا من الطلاب ما بيقدرش ان هو يقدم فيدباك لكل واحد مناسب ليه. اما البيئه الذكيه كاني بحط ابني بالظبط في بيئه، البيئه التقليديه هطلع ابن تقليدي، اما البيئه الذكيه هطلع ابن ذكي، وخصوصا انا الباك جراوند بتاعي اصلا سايكولوجي او علم نفس. فان انا ازاي بدرب الفرد اللي قدامي او الطالب اللي قدامي على باستخدام ماشين ذكيه انه يبقى اكثر ذكاء واكثر قدره على حل المشكلات. طيب انا هاخد من كلام حضرتك وهسال دكتور عصام، اديني مثال عن الرقمنه التعليميه اللي انا سمعتها من دكتوره منى دلوقتي. هي فكره الرقمنه التعليميه اللي انا احول المنهج التعليمي لمنهج الكتروني، مش بس اللي انا احول المنهج يعني مثلا البيبر يبقى الكترونيك، لا احنا عندنا مثلا المحاضرات مثلا لا ممكن نعملها اونلاين. يعني احنا مثلا عندنا في تجاره مثلا او بعض المجمعات بيبقى في 3000 4000 طالب، طب ليه انا اجيبهم كلهم مره واحده؟ لا انا ممكن اديهم جزء والجزء الثاني يبتدي ايه اونلاين. ده كده يبقى انا بدات ايه اني للمحاضره يبقى اونلاين، يبقى وفرت مجهود ووفرت وقت. ممكن اعمل اللي هي ايه التدريبات او التطبيقات عن طريق النت. طيب كلموني عن الصور دي. دي تقريبا المنحه اللي عملتها جامعه دمنهور صح كده؟ تمام. لا ديت الرقمنه التعليميه. الرقمنه التعليميه دي كانت بالتعاون بين جامعه دمنهور وجامعه سنغور الوكاله الفرنكفونيه فرنسا. مزبوط. دي كان التدريب فيها ل 57 عضو هيئه تدريس، ودول كانوا بمثابه فوكال بوينت في كل جامعه، في كل كليه في الجامعه. الفكره بدات الحقيقه من تبني معالي رئيس الجامعه الاستاذ دكتور عبيد صالح لفكره ان احنا بنحول كل حاجه في الجامعه لجامعه ذكيه. وبدانا فعلا بانشاء مركز الذكاء الاصطناعي في الجامعه، وكان احد اهدافه ان يبقى متوسط من 5 لـ6 اعضاء تدريس في كل كليه. كل عضو هيئه تدريس بيدرب حوالي 20 او 30 عضو تدريس اخرين او طلاب على المحتوى الذكي. يعني هي الفكره ما كانتش المره دي اداره منصه تعليميه ان انا عندي تول برفع عليها الحاجه، لا شكل المحتوى اللي هيترفع عليه الحاجه دي. فتم التدريب على بعض الادوات الخاصه بالويب 2 تولز او الجيل الثاني من الانترنت في استخدام التعليم. فدي كانت خاصه بالرقمنه التعليميه. طيب دكتور عصام، ازاي نقدر نحقق تميز في مؤسساتنا التعليميه؟ ما اهم حاجه اللي احنا نقدر نحقق التميز اللي احنا نستخدم الالكترونيك او التكنولوجيا المعلومات او الذكاء الاصطناعي في اللي احنا نقدر ايه نحول المحتويات كلها تبقى الكترونيه. الطلبه كلها تفضل شغاله معايا الكتروني، المحاضرات جزء منها يبقى الكتروني، الاكزامز كمان الامتحانات تبقى الكتروني بحيث ان الطالب يقدر يعرف نتيجته مباشره، التصحيح يبقى الكتروني، يبقى ما فيش بقى اي تحيز بين دكتور وطالب. تاني حاجه بتوفر بقى طبعا وقت، استهلاك بيبر والكوست كتيره. طبعا الافكار دي كلها يعني جت بدايه من اللي هي المنتدى الشباب بعد توصيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا لازم نعمل ايه الكترونيك ده كونتنت او الديجيتاليزيشن في الايه في العمليه التعليميه. وطبعا جه الاستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعه قال لنا طبعا لازم التوصيه دي، وكان اكيد واكد على اللي احنا لازم نبتدي التحول الرقمي من ثاني يوم فعلا، بدل اللي دكتوره منى عملتها اتكلمت عنها اللي احنا نعمل الاي تي او تي
كادر من أعضاء هيئة التدريس يقدروا يتدربوا إلكترونيا، وبالتالي نقدر نعمل إيه؟ كل المحتويات إلكترونية. وكان امبارح في المحتوى الإلكتروني الرقمي جامعة دمنهور كنا بنتكلم برضه عن التجارب الناجحة اللي احنا قدرنا نحول فيها كتير من المناهج لجزء إلكتروني. يعني عندنا أمثلة مشرفة، يعني أكتر من 15 كان مثال اللي احنا نحول الجزء الإلكتروني، الجزء العادي أو البيبر لإلكتروني. طيب وإنتر أكتف في نفس الوقت. عايز حضرتك تكلمي عن فكرة المنحة والخطط المستقبلية بالمركز. تمام. هي الحقيقة برضو الخطة بدأت من عمل بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور، ممثل طبعا السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وجامعة فاندربيلت، في ان احنا نبدأ نطبق الرقمنة او الجزء الخاص بالذكاء الاصطناعي في العمليات التعليمية، ونبدأ ندي مسارات خاصة بده. بس كان الفكر انا لو هبدأ ان انا احول جامعة لجامعة ذكية، فانا هبدأ الاول بالكوادر البشرية، بعدهم بحيث ان هم يكون عندهم الكفايات التعليمية الخاصة بده. بدأت بكذا مسار، سواء في تعليم البرمجة أو تعليم النتورك أو الديزاين، جرافيك ديزاين، أو حتى البيج داتا أناليسز. بدأنا حتى في عملنا مسار. دكتور عبيد كان ليه توجه أن الجامعة تكون دايما بلا أسوار، بمعنى أن أنا مش هقتصر بس على أبناء جامعة دمنهور، لا، أنا عايز أفتح الجامعة لأبناء محافظة البحيرة أيا كان الجامعة الخاصة بيهم إيه. وفعلا تقدم للمنحة مجموعة من الطلاب من جامعات مختلفة. الفكر ده لان في الاول وفي الاخر ابن جامعه دمنهور هيتخرج هيشتغل في جامعه في محافظه البحيره، فلازم يفيد المحافظه دي. وفي نفس الوقت بنشوف فكر الجامعات الثانيه وبنشوف احنا فين منها، واكيد الكولابوريشن اللي بيتم بين الطلبه ده هيفيد الجامعه بشكل او باخر، وده فعلا اللي حصل والطلبه ابدعوا في ده. هو انا حاسه ان احنا بنتكلم كلام مهم قوي، يعني حاسه ان الكلام اللي بنقوله ده كلام صعب على الناس الطبيعيه والناس العاديه، فلازم ناخد عقلهم ونطلع ان احنا دلوقتي بنحول جامعة عادية لجامعة فيها ذكية، فيها ذكاء. تمام، صح كده؟ طيب بدون أنا بشكر أوراق حضرتك وبشكر الدكتورة عصام، ونطلع ناخد طلاب. تمام، ونرجع تاني استكمالا برضو للذكاء الاصطناعي. استنونا. رجعنا لكم تاني ومعانا طلبة حضروا المنحة دي وهيشرحوا لنا ازاي عرفوها وسمعوا عنها واستفادوا ايه وايه نتائجها معاهم. معانا ندى الشاذلي طالبه بجامعه فاروس، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ومعانا محمود محمد طالب بجامعه دمنهور، ازيك؟ الحمد لله. احكوا لي بقى عرفتوا ازاي بالمنحه دي؟ اشرحوا لي كده. اكتشفتوا ان في منحه جامعه دمنهور عاملاها ازاي؟ هي كانت بالصدفة، كنت على فيسبوك عادي لقيت البيج بتاعت جامعة دمنهور، كانت منزلة الإعلان، وكانت قريت الشروط اللي فيها، لقيتها ان هي تمام وفرصة كويسة ان انا اقدر استفيد بيها، بس روحت بقى قدمت فيها الانترفيو وبس كده، وابتديت بقى منها هنا الرحلة يعني. تمام. وانت يا محمود عرفت ازاي؟ البيج الرئيسية بتاعت جامعة دمنهور على السوشيال ميديا، دخلت على الرابط من خلال كيو ار كود وبدأت أسجل، جات لي المكالمة، رحت الانترفيو واتقابلت الحمد لله. هو كان ليها انترفيو، يعني ممكن تتقبل ممكن تترفض؟ كان كل واحد الانترفيو. كانت شروط الانترفيو ان انت تعمل سي في، في البرامج اللي انت عارفها، ايه خبرتك مع الكمبيوتر، هي تكون تصميم السي في من تصميمك بس كده تقريبا. يعني حاجات بسيطة بس عايزك تشتغل بإيدك. طيب خلينا نقول يا جماعة ان السوشيال ميديا مفيدة برضو، زي ما بنقول في الفقرات اللي هي فيها مأساويات كتير ان السوشيال ميديا عاملة قلق وبتنشر اي حاجة سلبية بتحصل في المجتمع. خلينا نقول ان هي بقت دلوقتي سحر، عندي حاجة بفيد فيها المجتمع وبفيد بيها البشر، عرفوا هم قاعدين ماسكين التلفونات، الكائن الذكي ده مفيش اذكى منه، عرفوا عن طريق السوشيال ميديا، فشكرا للسوشيال ميديا اهو بنشوف منك حاجه حلوه. طيب احكي لي رحله المنحه دي عشتيها ازاي؟ انا في الاول كنت داخله، هو كان في كذا مسار في المنحه، كنت داخله في اول حاجه جرافيك ديزاين علشان اربط بيها مجال بتاعي وان انا اقدر اماركت لنفسي في سوق العمل بتاعي، فكان ده كان المين بتاعي اللي انا كنت داخله عشانه. بعدين لقيت ان في كذا مسار تاني بيفتح دماغي على كذا حاجه تانيه، وبس في الاخر فالهو بيديني البيز اصلا الاساسي لكل حاجه كانت في المسارات المتاحه قدامي. وفي الاخر نعمل بقى فاينل بروجكت، بقى ده هيكون هو المنتج بتاعنا بتاع المنحه كلها.
بس فكانت الفكره بقى ان فكره المنتج اللي احنا ابتدينا بيه ده هي كانت جايه من المشاكل اللي كطلاب بنقابلها، ان احنا بنبقى محتاجين مثلا ابلكيشن او ويب سايت، علشان احنا دلوقتي كل حاجه في التكنولوجيا، كل حاجه دلوقتي موبايلات ويب سايتس كده، فبتسهل علينا. فمن هنا بقى ابتديت بقى فكرت انا والتيم اللي معايا ازاي ان احنا نعمل ويب سايت جامعي، ان هو يسهل الحياه الجامعيه سواء للطالب او لاعضاء هيئه التدريس. فكانت بدايتنا ان احنا الطالب هو بيبقى محتاج ايه؟ محتاج ان المواد بتاعته المناهج بتاعته تكون متوفره له عن طريق ان هي مثلا تكون اونلاين، ان هي تنزل مثلا بي دي اف، ممكن يكون في اوديو مثلا، ان هو الطالب يقدر يسمع الليكتشر بتاعته في اي وقت هو متاح ليه يعني، وبتزيد خبرته وبتزيد ان هو يفهم اكتر الماده بتاعته. بس طيب ده لو هيدل برضه هيدل على حاجتين، احنا كده هنوفر للدوله فلوس كتير جدا، كتب وملازم بقى والحاجات بتاعت المكاتب دي، وبرضو فيها حاجة سلبية، بس هي مش سلبية قوي، انها تبعدنا عن ثقافة الكتب اكتر ما احنا بعدنا. احنا الاجيال بتاعتنا ما عندناش ارتباط قوي بالقراءة وبالكتب بسبب التكنولوجيا، فدي اي نعم هتأثر بشكل كبير، ان الكتاب هيبعد حتى كمذاكرة، بس هيوفر على الدولة مليارات. صح. طيب احكي لي برضو انت يا محمود بالنسبة للمنحة عن رحلتك. انا شخص بحب التكنولوجيا عموما. لما دخلت كنت داخل اول ما عملت الانترفيو كان مستوايا فعلا كان قليل جدا، من الاسئله كان واضح ان انا ما كنتش اعرف عن المجالات اللي كانت موجوده في المنحه، داتا اناليسز والبيج داتا، الفيرتشوال ما كنتش عارف حاجه برضو، كان جرافيك ديزاين قليل، كنت عارف فوتوشوب. لما دخلت وقدمت المنحه غيرت تفكيري خالص. انا من شخص كان كل حلمه ان هو مثلا يعمل ايديت للصوره مثلا، لشخص بدا يصمم برنامج، بدا كل الافكار اللي بتيجي في دماغه ان هو يقدر ان هو يطبقها. تاني حاجه عملناها ان احنا واحنا برده شغالين قدرنا في نفس الوقت ان احنا كل حد بيفكر ان الحاجه الفور فري بتبقى لو كواليتي، احنا قدرنا ان احنا في المنحه ان انا والتيم اللي معايا ان احنا نعمل بروجكت يوضح ان احنا مش كل حاجه فور فري هي لو كواليتي. في حاجات بتبقى فور فري من الجامعه بس بتبقى حاجه كويسه جدا، وده اثبتناه لاصحابنا ولكل الناس اللي كانت بتقول لنا بتحبطنا من الاول في ملخص للفيديو دوت، ان الحاجه دي لا، احنا اثبتنا العكس ان الحاجه دي كويسه جدا واحنا استفدنا منها ووصلنا لليفل كويس. بس الليفل دوت هي الا بدايه، بعد كده ان احنا ان شاء الله نكمل ونبقى أفضل من كده. طيب ندى، إيه مدة المنحة دي؟ يعني قعدت تدرسه قد إيه؟ من شهر ونص لشهرين تقريباً. يعني في وقت صغير؟ لا يعني هي كانت في الصيف، فكان كمان استثمار لوقت الصيف، بدل ما احنا قاعدين طول الوقت مش بنعمل حاجة مفيدة، فدي كانت تعتبر استثمار كبير جداً، هي علمتنا حاجات، إن احنا فتحت دماغنا، إن احنا نبتدي في مجالات حتى لو هي بعيدة عن تخصصاتنا اللي احنا بندرسها، بس هتربط بين تخصصاتنا سواء اللي احنا بندرسها والحياة بقى اللي هي زي ما نقول الحياة دلوقتي المستقبل بتاع الذكي. زي ما الدكتور منى قالت ان دلوقتي زي مثلا هننقل جامعة عادية لجامعة ذكية، فكل حاجة عايزينها تتحول لحاجة ذكية. طيب كلميني عن فكرة المشروع اللي انت قدمتيه او ان انت اشتغلتي عليه. هي الفكرة جت حتى كانت جاية من اللوجو مثلا اللي احنا فكرنا فيه، ان هو ويب سايت او ابليكيشن جامعي. الفكرة اللوجو بتاعنا ان هي كانت ايدين ماسكين ايد بعض، دي اللي هي العلاقة بين الجامعة وبين الطالب، ان هي علاقة تو واي، يعني رايحة جاية، مش اللي هو الطالب يحس ان هو لوحده او مفيش حد بيدعمه، لا الجامعة واقفة بالظبط، ان هي مداله ايديه بتساعده. بس فدي الفكره. كان وكمان ان الابلكيشن بيوفر برضو لستاف او اعضاء هيئه التدريس ان هي توفر لهم وقتهم. كان في مثلا من ضمن السيرفيس اللي بتقدمها الابلكيشن عندي ان بتديني الستاف او اعضاء هيئه التدريس بتوفر لي ان هو يقدروا يحجزوا اماكن القاعات اللي هيدوا فيها المحاضرات، دي هتوفر عليهم وقت ان هو يشوف الجدول المتاح فيه، هيشوف الاماكن المعين الميعاد المعين هيقدر ان هو يحجز فيه المكان المحاضره بتاعته.
دي كانت حاجة، دي من الحاجات اللي هتوفرها للأعضاء هيئة التدريس. بالنسبة للطالب زي ما قلت الكتب هتكون مفيش، يعني هنلغي شوية الكتب، هنعتمد أكتر على حاجات البي دي اف الإلكترونية علشان إحنا طول الوقت الموبايلات في إيدينا. يعني أنتي كطالبة شايفة أن أنتي كراحة نفسية وكاستفادة التليفون أسهل وأفضل من الكتاب؟ أسهل لأن أنا بيبقى متاح معايا في أي مكان ومتاح معايا في أي وقت، مش هبقى مضطره ان انا يبقى لازم الكتاب معايا ابقى شايلاه في كل حته. ده بالنسبه لي هيوفر لي انا في اي وقت مثلا عايزه اذاكر حاجه، في نوت معين عايزه افتكرتها او اي حاجه، هيكون الموبايل دايما معايا. لكن احنا غالبا هو للاسف احنا بعدنا عن الكتب، بس يعني هو برضو يعني الموبايلات او السمارت جميع الثقافات، يعني احنا نقدر نثقف برضو عن طريق طبعا التليفون والسوشيال ميديا والنت واليوتيوب. ما بقاش في حاجه مستحيله، بالعكس احنا لما بنحب نعمل سيرش على اي حاجه احنا مش فاهمينها في الكتاب بنلجا للتليفون. طيب يا محمود كلمني عن فكره مشروعك انت كمان. المشروع بتاعنا كان مختلف، احنا كنا بندمج كل حاجه مننا، بنحب الجرافيك ديزاين، حابين ندمج كل حاجه درسناها في المنحه في الفيديو دوت. استخدمنا حاجة اسمها الفيرشوال ماشين، كلنا كنا إمكانيات الأجهزة اللي معنا كانت قليلة جدا، من خلال الفيرشوال ماشين قدرنا ان احنا نكريت فيرشوال ان هي تقدر تعمل لنا مهام بنستغل فيها الهاردوير بتاعة الكمبيوتر في حاجات أكبر من إمكانياته. ممكن استخدمنا أدوبي بريمير في المونتاج، استخدمنا مثلا الستيليتور في رسم معظم الصور، استخدمنا الفوتوشوب، وده كله في نفس الوقت بس بكذا فيرتشوال ماشين. استخدمنا برضو الويب سايت، عملنا ويب سايت للجامعة والكلية بتاعتي أخص بالأخص يعني. بالنسبة لباقي المشروع برضو صممنا لوجو للمركز الذكاء الاصطناعي، كانت دكتورة منى أصرت إن لوجو المركز الذكاء الاصطناعي إن هو يكون من الطلاب. المشروع بتاعي برضو كان من ضمن الحاجات اللي اتعملت، كنا عملنا حاجة عن الداتا مايننج، وان ازاي ان الطلاب اول ما بيخش مثلا ليه المواد دي بيجيب فيها اف بيبقى راسب فيها. فعشان يعني مثلا في كلية زراعة اول سنة اولى بنصدمه بالرياضة، فهو هربان من علمي علوم، فمن خلال تحليل لازم طبعا يبقى فيه راسب وان هو يسقط، هو هربان اصلا من حاجه مش بيحبها. فبندي له صدمه على طول بعلم الرياضه وبمساحه، فلازم تلاقي مواد رسوب. دي كانت فكره المشروع. ساعدنا طبعا الدكتوره منى، ساعدتنا جدا اول ما لقيت الفكره الفيديو حلوه، تبنت الفكره وبدات تساعدنا بمعدات تصوير وباجهزه اعلى، زائد ادمجت معانا المهندسين الدكاتره، ساعدتنا بكل اللي عندها، يعني كل الماتيريال اللي انتوا احتجتوها اديتها لنا اتوفرت. طيب انتوا شايفين انتوا كشباب وطلاب استفدتوا فعلا بشهر ونص ده وفرق في حياتكم؟ يعني انتوا لو هتقولوا كلمه للشباب على اللي انتوا استفدتوا منه من المنحه دي تقولوا ايه؟ هو اهم حاجه ان احنا ما نخافش من حاجه، ان احنا نجرب حاجه. احنا عندنا دايما ان احنا بنخاف نفشل من ان انا خلاص لا مش هجرب، لا يعني ندخل على الحاجه ونحاول ان احنا على قد ما نقدر وان احنا يعني نبحث عن الموضوع اكتر واكتر، وهنلاقي حد بيساعدنا ان احنا لما فكرتك تكون موجوده حد هيساعدك. يعني ما نخافش من الحاجه، او زي ما محمود قال ان احنا دايما لو اي حاجه بتكون فري بنخاف منها، دي يعني هي زي لوك فارس زي ما قال، لا يعني في حاجات فعلا موجوده ممكن تكون مموله بفري، لكن بتكون على يعني على قد يعني بتكون مهمه وليها اهميه ان انت هتقدر تساعدك قدام. طيب محمود قول لي يعني ايه صحابك كانوا بيحبطوك في الاول؟ عشان انت قلت جمله كده ما قدرتش اعلق عليها سبتك تكمل. يعني ايه بيحبطوك؟ عشان هي يعني فور فري؟ فور فري غير كده برضو ما حدش بيتمنى لك الاحسن، يعني هو احنا قاعدين مع بعض، هو القعده دي لازم ما ينفعش حد يطلع مثلا ياخد حاجه زي انتوا قاعدين بقى على الكافيه بقى لكن هتروح تذاكر بقى وانا هحس ان انا فاشل؟ لا اقعد معانا، مش هتقعد معانا يبقى هنحبطك. فهي دي كانت الفكره، فكره الحاجه المشروع اللي احنا عملناه، ان انت ازاي بتحبطني؟ لا انا هوريك ان الحاجه دي على سبيل المثال يعني انا معايا ICDL، يعني ايه يعني منحه تدريب رقمي؟ فدي من ضمن الجمل اللي كانت بتتقال لي. بعد كده لما اثبتت لهم حاجه زي كده، فالكل الدكتور عبيد رئيس الجامعه كان امر بحاجه كويسه جدا، ان احنا
كل طالب درس في المنحة يدرس لعشر طلاب تانيين. دي فكرة كويسة، أنا شايفها فكرة كويسة جدا. طبعاً. عندنا البيع المباشر أو الدايركت سيلينج بيعتمد على حاجة اسمها الدعاية الشفهية. الدعاية الشفهية إن واحد بيقول لاتنين مثلا والاتنين بيقولوا كمان اتنين. اللي هو نظام الشجرة ده كان هنا، بس احنا بنعمله في التكنولوجيا. احنا ازاي ننشر التكنولوجيا من خلال حاجة زي كده، ان انا بعلم 10 ل 10 دولت بيعلموا اكتر واكتر لحد ما نحول دماغ الناس من حاجة تقليدية لحاجة تكنولوجية وذكاء اصطناعي. انا بشكركم جدا وبشكر جامعة دمنهور ورئيس الجامعة دكتور عبيد صالح على المجهود الرائع وعلى المنحة اللي غيرت في فكر شبابنا وطلابنا كتير. ولو حابين تشكروا حد على الهواء اتفضلوا معاكم دقيقة. أكيد طبعا أنا كندا هشكر جامعة دمنهور أصلا إن هي ما كانتش عاملة بس المنحة لطلاب جامعة دمنهور، كانت قابلة بطلاب تانية، فشكرا إن هي أصلا قابلتني كطالبة من جامعة فاروس. بشكر أكيد طبعا دكتور منى، دكتور أحمد الخماري، دكتور أيمن، دكتور عصام، دكتور محمود، كل دول اللي على مدار المنحة دربونا. وأكيد بشكر طبعا التيم بتاعي اللي احنا اشتغلنا مع بعض من أول يوم لآخر يوم، هلا رحومة وعمر أبو علو. بس كده. وانت؟ طبعا أنا أحب أشكر رئيس الجامعة دكتور عبيد، على طول دكتور أحمد الخماري على الإشراف والحاجة المميزة اللي هو قدمها لنا، دكتورة من عمارة، مهندس علي عنبر، مهندس أيمن، مهندس محمود، دكتور عصام أمين. برضو أحب أشكر التيم بتاعي، لأن لولا التيم بتاعي ما كنتش هبقى موجود في حاجة زي كده. في النهاية يعني شكرا لجميع التيم اللي شكرا للجامعة فعلا، لأن أنا بفتخر فعلا أنا من جامعة دمنهور حرفيا يعني. طيب أنا بقى بشكركم إن أنتوا نورتوني والشباب أكيد استفادت منكم. وأنا دلوقتي في ختام فقرت في الفقرة عايز أشكر رئيس الجمهورية. ربنا يخليك لمصر وتفضل تختار رؤساء جامعة عندهم فكر مستنير يطلعنا لقدام. استنوني الأسبوع اللي جاي يوم الخميس الساعة 12. إلى اللقاء.